برحب بحضراتكم مره ثانيه. معايا في الاستوديو الاستاذ احمد عصام رئيس القسم الكره العالميه في اليوم السابع. كلامنا طبعا هيكون عن مباراه اليوم في دوري ابطال اوروبا الجوله الثانيه، اكيد مباراه بنستمتع بيها بشكل كبير، لكن خليني ارحب بيه في البدايه واتكلم معاه طبعا على مشوار النادي الاهلي القادم في دوري ابطال افريقيا قبل ما نروح دوري ابطال اوروبا، وفرص ان شاء الله النادي الاهلي في الحصول على البطاقه والتاهل للدور النهائي. استاذ احمد عصام برحب بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا فاروق، الله يخليك. نعم، خليني اكلمك طبعا على مباراه قادمه ويمكن تفوق النادي الاهلي على الفريق التونسي فريق الترجي من خلال طبعا تواجده في الدور الثمانيه، وبيروح بقى للدور قبل النهائي ايضا بيواجه فريق تونسي اخر هو فريق النجم الساحلي. لحد ما في او الكلام اكيد في تونس ان ما ينفعش ان انت تلعب فرقتين في اقل من 10 ايام وتعدي كده، يعني لازم يبقى في زي ما نقول ايه طبعا بيحاولوا بحد بشكل من الاشكال التجهيز بشكل كبير لهذه المباراه. هو هيكون ماتش اصعب من ماتش الترجي، مع ان الترجي يعني فرقه اتقل من النجم. ملعب سوسه يعني اجواءه صعبه ومختلفه شويه عن ملعب رادس. الاهلي طبعا حقق المطلوب منه في ماتش الترجي وقدر ان هو يرجع من هناك بالفوز بعد ما كان يعني نسبة كبيرة من الجمهور قالت ان خلاص بعد التعادل 2-2 في الذهاب قالوا خلاص كده يعني مفيش نص نهائي ومفيش بطولة افريقيا، لكن اللعيبة قدرت ان هي ترجع وقدرت ان هي تكسب بره ملعبها، وده هيكون هيدي دفعة معنوية كبيرة وهيخلي كمان النجم يعني يحترم النادي الاهلي اكتر. يعني شفنا الترجي برضو كان فاتح الملعب قوي، كان بيلعب الاهلي ماتش مفتوح، يعني حاسس ان هو ما كانش مدي الاهلي يعني حجمه الطبيعي مع ان التاريخ والامكانيات بتاعت اللعيبه ومسيره النادي الاهلي في المحليه وفي البطوله الحاليه برضو، اعتقد ان كل الامور دي يعني غاب التوفيق عن فوز البنزرتي، فكانت النتيجه ان الاهلي هو رجع من تونس والنتيجه ان هو اقال وايضا فريق ورئيس النادي استقال. ورئيس النادي النهارده كمان قدم استقالته، فعلا الموضوع يعني في ازمه كبيره في الترجي، هو زلزال كبير والناس كلها ابتدت تهاجم وتقول ان فوز البنزرتي بيجامل لعيبه على حساب لعيبه ثانيه، وبالتالي هو اللي عمل كده في نفسه. يعني انت لما بتبقى بتلاعب النادي الاهلي ومتقد يعني نتيجه الذهاب كانت خدماك، عملت ماتش كبير في برج العرب ورجعت بتعادل، يعني لو خلصت في تونس 0-0 او 1-1 او كسبت باي نتيجه هتتاهل، اعتقد ان هو يعني ضيع فرصه كبيره جدا ان هو يكسب النادي الاهلي من ربع النهائي. صحيح. طيب يعني خليني اكلمك بقى على المباراه القادمه، يمكن دي كانت مباراه تونس وكانت سبب في اقاله فوز بنزرتي واستقاله رئيس النادي الترجي، ولكن المباراه القادمه هي مباراه زي ما انت قلت كده مباراه هتبقى اصعب، مباراه هتبقى شرسه نتيجه طبعا الاستعداد الاكثر من فريق النجم، عشان طبعا قبله كان فريق الترجي اللي هو بطل الدوري التونسي هناك، ولكن النجم لحد ما يعني عنده مجموعه من اللاعبين ذو خبرات كبيره جدا، عنده لاعب مصري مميز هو هداف فريقه حتى الان في هذه البطوله هو عمرو مرعي. بتشوف يعني سيف غزال هو المدير الفني دي او مدرب الفريق بيتكلم على الفتره القادمه او المباراه اللي جايه هي مباراه زي ما بقول تجربه اخرى، يمكن كان لو نتذكر 2007 كان موجود لعيب هو معاهم كان موجود فعلا، فبالتالي هو عايز يكرر التجربه مع النادي الاهلي. طبعا هو الشغل نفسي اكتر في التوقيت ده بالنسبه للمدربين، يعني حته التصريحات اللي ما بينهم وما بين بعض بتبقى اكثر نفسيا للاعبين سواء بقى للخصم او ضد او مع الفريق بتاعه. يعني طبعا هو النهارده عمل تصريح يعني بيحفز جمهور فرقته شويه، قال لهم ان احنا قادرين ان احنا نكرر ماتش 2007 لو كل تفتكروا طبعا. كان كارثه هنا في استاد القاهره، كان في اخطاء تحكيميه وكل حاجه، بس ده ما يمنعش ان النجم عمل ماتش كبير وقدر ان هو يكسب 3-1 في القاهره، وهو يعني لعب على الحته دي النهارده وقال احنا قادرين نكرر دوت، وهو بحكم ان هو كان لعيب سابق وموجود في الفرقه وقتها، اعتقد ان هو برضو يعني داخل في الاجواء وحاسس بقيمه النادي الاهلي وباهميه المباراه، والماتش زي ما قلنا مش هيكون سهل خالص. وفي مشكله برضو في الماتش دوت ان الجبهه اليمنى بتاعت النجم الساحلي جبهه قويه جدا، واحنا عندنا علي معلول بيتقدم، شفناه في ماتش الترجي كان نجم الماتش طبعا، فلازم نخلي بالنا من الحته دي، يعني ناحيه الشمال بتاعتنا هيكون عليها عامل كبير قوي. يعني هو اعتمادهم فقط على الجبهه اليمنى، يعني هو ابرز الاسلحه اللي عندهم ايه؟ ومن خلال انت اتفرجت على مباراه اهلي طرابلس؟ هم عندهم ديفندر في نص الملعب لعيب عالي قوي، والجبهه اليمنى الباك اليمين والجناح اليمين
هي دي اللي هتبقى فيها كل المشكله. غير كده بقى يعني الماتش اعتقد هيبقى الى حد ما متناول النادي الاهلي. حل المباراه بتاعت اهلي طرابلس والهدفين اللي احرزهم عمرو مرعي، هم بيعتمدوا على الكرات العرضيه واستغلال الفراوده بالنسبه ليهم قدرتهم على اللعب. انا عايز اقول لك ان الاهلي يعني حظه سيء ان عندهم مهاجم برازيلي اسمه داكوستا ده اطرد في ماتش الذهاب بتاع اهلي طرابلس، هو المهاجم الاساسي يعني عمرو مرعي لسه لحد دلوقتي ما خدش فرصته الكامله وبيلعب بديل، فهو يعني حظه هيعود. لا هو عمرو مرعي دلوقتي خلاص بقى بيلعب بجد المهاجم البرازيلي مش بيلعب مش هيلعب حظه حلو. انت قلت سيء سيء لان المهاجم البرازيلي ده ضايع يعني انت والله. هو اسم بس برازيلي وبتاع. لا انا قلت ان انت لا هتقول لا قوي لا لا ده عمرو مرعي احسن منه بكتير والله. مع بس هم لسه عشان عمرو مرعي لسه جاي فما دخلش في اجواء الفرقه وكده، فهو بيلعب بديل للبرازيلي ده. ولما جاب الجولين بقى خلاص هو كده ثبت اقدامه تمام، وفي كلام ان هو هينضم لمنتخب مصر الفتره اللي جايه وكل ده، فده من سوء حظ الاهلي ان المهاجم البرازيلي ده ما لعبش، هو يعني قدام الجول يعني شفاف والله ما مش موجود. حلوه المعلومه دي. طب احنا عايزينه يرجع بقى. احنا عايزينه يرجع في ماتش العوده بقى ان شاء الله. طبعا ده يعني فريق النادي الاهلي وهو بيتجه لملعب التدريب، يعني طبعا كل التركيز موجوده في وشوش اللعيبه، طبعا حته الفرحه موجوده والثقه مهمه جدا، بتبقى دايما بعد اي فوز قوي، خلي بالكوا فوز قوي مش سهل ابدا ان انت تفوز على الترجي في الترجي وتحقيق نتيجه الى حد الناس كانت مستبعدها، حد كبير جدا، ناس كتير قوي كانوا مستبعدينها، فبالتالي يعني انك تفوز بتخلي حتى الثقه موجوده، الهدوء موجود، ثقتك بنفسك وقدرتك انك ممكن تعود في اي لحظه في المباراه، حتى لا قدر الله لو في اي حصل في وقت المباراه مشكله انت عندك خلاص بقى عندك القدره والثقه انك ترجع في اي وقت. انت كمان يعني ماتش الترجي ده دخل النادي الاهلي في اجواء البطوله، يعني هو الاهلي هو بيحب الحته دي، انت يعني صعب الموضوع على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي هتشوف حاجه تانية في الملعب. يعني احنا كان في انتقادات كتيره بتوجه للفرقه والاداء وطريقه اللعب ويعني هنا كان الماتش في الماتش كلام خلي بالك انت كنت متسيد المباراه مش ما لسه كنت هقول لك، يعني احنا قبل ما نروح الكلام كله ان خلاص المهمه صعبه، صعب نكسب الترجي في تونس، الترجي على فكره فرقه هايله جدا من احسن فرق البطوله السنه دي، لكن هي دي الاجواء اللي النادي الاهلي بيتالق فيها، وشفنا في يعني في الماتش 90 دقيقه يعني شفنا حاجه تانية خالص غير اللي كان بيتقال قبل الماتش، يعني اسبوع فتره زمنيه بين ماتش الذهاب وماتش العوده كان فرقه تانية جديده وروح جديده، واعتقد ان ده هيسهل المهمه بقى في ماتش الحد الجاي ان شاء الله. طيب بتشوف عوده في المباراه القادمه وعوده المصابين، واحد زي سعد سمير خلاص بيشترك بشكل قوي، تعافي طبعا وليد ازارو بعد الشد اللي كان جاله في المباراه اللي فاتت، وليد سليمان برضو نفس الموضوع، حته اكتمال الفريق وحته بقى يبقى انت ككابتن حسام الحمد لله ما عندكش اي مشكله سواء بخط دفاع خط هجوم، برضه بتفرق كتير مع نفسيه اللاعبين زمايله في الملعب. طبعا انت لما تبقى قاعد مطمن ان انت حتى عندك اوراق موجوده على الدكه تقدر يعني عايز تغير فكرك في اي وقت في 90 دقيقه تقدر عايز تنفذ طريقه معينه في نقطه ضعف مثلا عايز تشتغل عليها، فيبقى عندك اللعيبه اللي تقدر توظفها في الاماكن اللي انت شايف فيها قصور عند المنافس، فاعتقد ان عوده المصابين وان الفرقه كلها جاهزه والروح اللي بقت موجوده دلوقتي يعني كل دي عوامل هتساعد في ماتش الحد ان شاء الله. لكن برضه احنا لازم برضه نشكر سياده معالي السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس، مجهود كبير ايضا بيقوم بيه مع كابتن سارة حفيظ في حته توفير الراحه للفريق، وده مهم جدا جدا حته الهيئات الدبلوماسيه اللي بتبقى موجوده في الدول لما يكون في فريق كوره وبيمثل مصر في بطوله مهمه زي كده، حته المساعده دي اعتقد لازم نشكرهم بشكل كبير معالي السفير نبيل الحبشي. طب خلينا برضو يعني واحنا بنتكلم كده وامامنا الشاشه تدريب النادي الاهلي، يعني برضو كان رايك ايه في الشكل التكتيكي خصوصا في الشوط الثاني بالنسبه لفريق الاهلي واللي تفوق بشكل كبير على فريق الترجي التونسي؟ لا هي دي النقطة بقى اللي عايزين نتكلم فيها، احنا دلوقتي الفرقة في انتقادات كتيرة بتوجه لكابتن حسام البدري علشان التحفظ، احنا عارفين طبعا مسؤولية كبيرة على كابتن حسام ان هو ماسك فريق زي الاهلي، انت أي بطولة أي ماتش بتلعبه أي حاجة بتبقى مطالب دايما بالفوز، فهو برضو الحتة دي بيبقى دايما عامل حسابها ان هو بيأمن الأول دفاعاته وبيبقى كأنها بلان بي ان هو يهاجم، انما شفنا في الشوط التاني لما مبقاش عندك حاجة تبكي عليها الترجي اتقدم وانت كده كده متعادل ماتش الذهاب، فلعبت بقى بشكل هجومي حررت مفاتيح لعبك، شفنا علي معلول يعني عمل شوط عالمي الصراحه
وحول حول الماتش يعني هايل هايل، عمل جول وسجل الثاني، فيعني حاجه هايله بصراحه. فهو ده اللي مطلوب، العب لعبك، العب كره هجوميه. ما يعني انت دلوقتي خلاص، هم انت هتنزل يوم الاحد عاملين لك الف حساب، فرقه خايفه منك، هتعتمد بس على الضغط اللي في الاول، الجماهير والمشاحنات والكلام ده. واعتقد اللعيبه كلها لعيبه دوليه يعني وخبره كبيره، تقدر تتعامل مع الموقف. انا هقول لك حته الجمهور ده، يعني طبعا جزء كبير من اللاعبين ما خلاص ما بقوش يلعبوا قدام جمهور يعني، بس معلش برضه انا لما لكن لا انا بشكرهم، خلي بالك ليه، انا خلاص بقى بالرغم ان انا بقى ما عنديش جمهور هنا وانا ما بلعبش تحت الضغط ده، ولكن دلوقتي ببقى الاقي جمهور ما بخافش، بلاقي اي حد ما بخافش، فبالتالي يعني لازم يشكروا في الجزئيه دي ان هم طبعًا عندهم طبعًا الثبات الانفعالي، سواء بقى الجمهور موجود او مش موجود. ده اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي عندهم الجزئيه دي ولازم نشكرهم عليها، لان طبعا لما تكون انت دايما متعود ان انت تلعب بجمهور 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 ماشي، اقول لك ماشي، لكن ما فيش جمهور وتلعب بالشكل ده، لا دي حاجه مميزه جدا تحسب ليهم الصراحه طبعا. بس برضو تعالى نمسك الاسماء، شوف لعيب لعيب كده، كلهم لعيبه دوليه يعني صحيح، ولعيبه عندها خبرات سبعة كبيره على فكره، سبعه مسيرات الكبرى اختارهم لمنتخب مصر. وعندك وليد ازارو في منتخب المغرب، هو ما استدعاهوش التجمع دوت، لكن هو برضو لعيب دولي، وعلي معلول لعيب دولي وخبرات كبيره في الملعب. حتى اللعيبه الصغيره اللي محمد هاني لعب منتخب شباب، حسين السيد كان في منتخب قبل كده ايضا، يعني كلهم تقريبا حتى اللي ما استدعوش المره دي هم يعني خاضوا تجارب دوليه كتيره، ولعبوا نهائيات مع النادي الاهلي، ولعبوا تحت ضغط كبير. فيعني حاجه تحسب ليهم برضو ان هم بيلعبوا بالاداء دوت قدام جمهور وبره ملعبك، وان شاء الله يكمل برضو قدام النجم الساحلي، والمشوار بقى يبقى سالك للنهائي ان شاء الله. طيب يعني نكمل كلامنا على النجم برضو، يعني حته ان انت كابتن حسام البدري لما اتكلم على مباراه الترجي اتكلم ان الحسم سيحسم في تونس، حته ان حته الحسم بقى برضو في المباراه دي زي دي مباراه النجم ستحسن في استاد برج العرب؟ لا، زي ما كابتن حسام قال في قدام الترجي ان الحسم هيحسم في تونس، مش معنى كده ان عشان احنا كعبنا عالي في تونس ولا حاجه، لا، هو الماتش هيحسم في ماتش العوده. فهنا في فرصه كبيره للنادي الاهلي عن ماتش الترجي، ان انت بتلعب العوده على ملعبك، فهتكون فرص ان انت تحسم اسهل، والموضوع يعني هيبقى اسهل من الترجي بكتير. ومش شايف يعني ان فرقه النجم الساحلي فرقه مخيفه ولا لا فرقه يعني مرعبه. انا قصدي برضو المباراه على شوطين مش شوط واحد. فالحسم هيبقى هنا مش في تونس، ايا كانت النتيجه. انت تحقيق النتيجه الايجابيه ده المهم طبعا. طبعا انا واحد من الناس صراحه كنت مبسوط ان المباراه الاولى هناك. طبعا انت اي حد بيلعب عايز اول ماتش بره ملعبك والتاني على ملعبك بقى، يعني لو لا قدر الله حصل حاجه. عشان كده صعوبه مباراه الترجي كانت صعبه جدا طبعا، جدا جدا يعني الناس كلها اتخدعت في النتيجه وقالت خلاص بقى انت بره، لو تعادلت 0-0 او 1-1 هتخرج، فكان الموضوع صعب. لكن دلوقتي انت هتبقى عندك الماتش الاولاني بره ملعبك، والتاني بقى هتبقى محضر كل السيناريوهات، لو لا قدر الله في خساره ولا حاجه هتبقى عامل حسابك ان انت هتنزل الماتش التاني هتعمل ايه، لو في تعادل هتعمل ايه، لو كسبت هتعمل ايه. كل الحاجات دي بتبقى حلول اكتر ان انت في ماتش العوده تقدر تتحكم في المباراه زي ما انت عايز. طيب خلي بالك الثقافه دي برضو، انت راجل رئيس قسم الكره العالميه باليوم السابع، ثقافه الفوز بره دي مش موجوده، يعني اختلفت تماما خالص دلوقتي في مصر، خصوصا عند النادي الاهلي. لا، متعودين من النادي الاهلي بره دايما ان بره زي جوه، لان زي ما قلت لك في الاول ان كابتن حسام المسؤوليه اللي عليك كبيره، ان اي ماتش بيدخله انت مطالب ان انت تكسب، انت مطالب تلعب كره حلوه، انت الناس قاعده في الشارع وعلى القهوه بتقول لا اعمل كذا وما تعملش كذا، ففي ضغط كبير دايما حاصل. فان انت تلعب بره زي جوه اعتقد ان ده امر طبيعي بالنسبه للفرق الكبيره كلها، والفرقه ما قصرتش يعني قدام الترجي، وبيتهيألي ده هيتكرر برضو قدام النجم الساحلي. انت داخل بدفع معنويه كبيره، انت عامل نتيجه قويه قدام الجماهير التونسيه، انت برضو حته الرهبه من الجماهير اللي كنت بتتكلم عليها، خلاص يعني لو في حتى اتنين تلاته اتعودت عليهم بقى خلاص، اتعودت على الشكل التشجيع وكلام وكمان مثلا الجمهور التونسي يعني جمهور صعب جدا في شرس. لا هو شرس تشجيعه بيحب فرقه طبعا طبعا. خلي بالك انت عندك فرق قويه جدا، انت بتتكلم في ترجي افريقي نجم صفاقسي، يعني فرق الاربعه دول بالذات هم طبعا الانديه التونسيه طول عمرها مميزه، وبتبقى يعني ند للنادي الاهلي في كل الاوقات. فان شاء الله الفرصه هتكون كبيره في ماتش النجم، وان هي بس المشكله هتبقى ناحيه الشمال بتاعتنا، ناحيه الشمال دي اتظبطت
انت 90% من الماتش خلص. انت قصدك دفاعيا تتظبط، قصدك دفاعيا تتظبط، حد يبقى بيميل مع علي معلول يسند معاه، وفي نفس الوقت ما نخسرش علي معلول هجوميا. خلي بالك هي دي هتبقى المعادله. اللي فاتت كان وليد بينزل مع فتحي، وكان مؤمن بينزل مع معلول. الشوط الثاني لما جاي نزل الموضوع اختلف بقى. انت خدت ده، كنا بنشوف معلول بيخلي كل الناس واقفه ورا، مش عايزين، ما كانش بيهاجموا نتيجه طبعا تقدم معلول بشكل كبير. معلول كان عامل جبهه قويه جدا، فهي ما هي دي بقى اللي هتحسم يوم الاحد. عندك الجبهه اليمين بتاعتهم قويه، واحنا الجبهه الشمال برضو في الاهلي قويه، فهي دي اللي هتحسم المباراه. قدرت انت توقف الناس بتوعه وعلي معلول يشتغل شغل هجومي، خلاص انت كده ركبت بدرجه كبيره. اللي حصل بقى العكس، وان هم يعني اجبروا علي معلول على الدفاع وضغطت الحته دي بشكل كبير، فاعتقد ان دي هتبقى مشكله كبيره للنادي الاهلي. طيب خلينا اكلمك، ما دام احنا اتكلمنا على الشمال بقى واليمين، تشكيل ممكن كابتن حسام ممكن يغير فيه ولا يفضل زي ما هو تشكيل مباراه الترجي؟ لا شبه مستحيل تغير، انت كسبان بره ملعبك ومعنويات مرتفعه والناس كلها واخده ثقه، مش ما ينفعش اصلا تغير دلوقتي. يعني انت رايك ان هي نفس الافراد نفس اللاعبين؟ هو لو هيبقى في تغيير ممكن ازارو يريح عشان الاصابه اللي جات له، واجايه يبدا. هو ده اعتقد اجايه يبقى مكانه ولا لا يبقى مكانه؟ طب جايب هو ده التغيير الوحيد. زي ما هو وليد يبقى زي ما هو وعبد الله. وليد برضو يعني خبره كبيره وامكانياته كبيره، وفي ماتش زي ده انت بتبقى محتاج دايما لعيب زي وليد سليمان، زي عبد الله السعيد، زي حسام عاشور. الاسامي الكبيره والخبره في الملعب برضو بتفرق معاك في ماتشات صعبه زي دي. طيب خلينا نروح لفاصل حضراتكم، ونرجع نكمل كلامنا بقى على دوري ابطال اوروبا. طبعا لحد ما اتكلمنا على المباراه القادمه ومباراه الترجي ايضا، ان شاء الله مباراه النجم تبقى سهله يا رب بامر الله. احنا هنسهلها على نفسنا طبعا من خلال طبعا تواجدنا في الملعب بشكل قوي وروح معنويه عاليه، ولكن طبعا مباراه صعبه، ما نقدرش نقول انها مش صعبه، لكن مباراه صعبه جدا امام فريق شرس وجمهور شرس بيحب فريقه وبيشجع بشكل قوي جدا، ولكن يا رب كل التوفيق لفريقنا. هروح لفاصل وارجع طبعا ابقى معاكم، ومع هيبقى معانا في الاستوديو مره هنعاود طبعا معانا استاذ وليد الحديد هينضم لينا، كلامنا طبعا على دوري ابطال اوروبا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا بينضم ليا في الاستوديو الاستاذ وليد الحديد الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي. استاذ وليد مرحبا بحضرتك. اهلا بيك كابتن فاروق، بسعد دايما بالتواجد معاكم، ومبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده. ده انا سعيد. يعني اكيد كنا بنتكلم على الاهلي، وما ينفعش ان انت حضرتك تنضم لينا وما نتكلمش على الاهلي والمواجهه القادمه امام النجم الساحلي، بعد كده بقى نخش على دوري ابطال اوروبا ومتعه كره القدم العالميه. طبعا مواجهه صعبه جدا، لو حابين يعني ندي للناس فكره عامه كده، مواجهه النجم الساحلي هتبقى محتاجه فلسفه وسياسه مختلفه عن السياسه اللي اتعامل بيها الجهاز الفني وفريق الاهلي مع الترجي. الحقيقه في فروق جوهريه بين الفريقين وبين طريقه لعبهم في الملعب وما بين طريقه تعاملهم مع المباريات. يعني نقدر نقول ان فريق الترجي اللي واجهه فريق الاهلي هو فريق هجومي بحت، عنده وسط ملعب قوي بيميل اكتر للنواحي الهجوميه، بيعرف يسجل في كل المباريات، لكن عنده نقطة ضعف في خط دفاعه، ودي اللي قدر يستغلها النادي الأهلي في مباراة رادس، وده يعني يفسر لنا ليه نتيجة مباراة الأهلي رايح جاي كان فيها أهداف كتير، يعني 4 أهداف في مباراة برج العرب، و3 أهداف في مباراة رادس، يعني 7 أهداف في مباراة كبيرة في دور 8 ديربي أفريقيا، ده رقم كبير، لكن ده يفسر لك القوة الهجومية لفريق الترجي والضعف الدفاعي. الحقيقة النجم الساحلي مختلف تمام، يعني الترجي توقع إنه هيجيب فيك أهداف وتسجل فيها أهداف. النجم الساحلي العكس، النجم الساحلي ممكن ما يسجلش فيك اهداف لكن هتلاقي صعوبه كبيره جدا في انك تسجل في مرماه. وهنا بقى هيجي دور الجهاز الفني وكابتن حسام البدري، ازاي هيقدر يعني يبتكر التكتيك المناسب لانه هو يخترق دفاعات صلبه زي دفاعات النجم الساحلي. الحقيقه مباراه سوسه باجواءها بتكون صعبه جدا على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما فازش في سوسه قبل كده، وحتى التاريخ بينه وبين النجم الساحلي متقارب جدا. مع الاهلي متفوق على الترجي مع ان ده الاقوى في تونس، لكن النجم الساحلي طبيعته الدفاعيه دي بتتعب النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ليه تفوق على مستوى البطولات لما بيلعب النجم الساحلي، لكن على مستوى النتائج على ارض الملعب الفريق مش كبير قوي، يمكن فوز واحد لصالح النادي الاهلي وبقيه المباريات متعادله. اذا الاهلي قدر يحرز ولو هدف
ولو هدف بس في مباراه سوسه مع الملعب طبعا المدرجات قريبه، انت لعبت قبل كده في ملاعب كتير وعارف يعني ايه ملعب اولا صغير، لما بيقفل عليك الملعب الفريق ما بتعرفش سهل تروح على الاطراف، والاهلي بيلعب على الاطراف بشكل كبير جدا، فدي هتكون معضله قدام كابتن حسام البدري ازاي هيعرف يخترق من العمق في الملعب الصغير بتاع سوسه. المدرجات قريبه جدا وجماهير النجم الساحلي من اصعب الجماهير في افريقيا وفي الوطن العربي، جماهير متحمسه بشكل غير معقول، من اول دقيقه لحد اخر دقيقه هيكون في ضغط رهيب على لاعبي النادي الاهلي، ضغط رهيب على الحكم، الاجواء هتكون اجواء مشتعله. فالاهلي عنده خبرات كبيره جدا، الاهلي بيعرف يتعامل في كل المواقف، اذا قدر ان كابتن حسام البدري يحط التكتيك المناسب وقدر النادي الاهلي يخرج بهدف، ولو لا قدر الله حتى الاهلي لا قدر الله خرج خسران مثلا 2-1، وده ما اعتقدش انه هيحصل، يعني ما اعتقدش ان النجم الساحلي هيقدر يسجل في النادي الاهلي بسهوله، واقصى ما يمكن ان يفعله النجم الساحلي ممكن يخطف كرة كده شارده لا قدر الله، لكن الاهلي لو قدر يسجل في سوسه اعتقد الامور هتبقى منتهيه بشكل كبير جدا، لان مباراه برج العرب الاهلي انا متوقع انه يحسمها يعني هو الاقرب بكل الطرق ان هو يحسمها، هيقدر يسجل هنا ان شاء الله في برج العرب، لكن مباراه سوسه اعتقد ان هيكون ليها كابتن حسام البدري لما كنا بنتكلم قال قبل مباراه ذهاب الترجي ان الحسم هيكون في رادس، لانه عارف ان الحسم هيكون في رادس، عارف انه لما بيلعب في رادس زي ما يكون بيلعب في برج العرب، لكن اعتقد ان مباراه سوسه هيكون ليها نسبه كبيره جدا من حسم المتاهل للنهائي يعني ان شاء الله تونس؟ الى حد كبير الى حد كبير. والله نتمنى طبعا حته انت تحسم وتامن نفسك وتبقى فايز ومطمن عشان تيجي هنا القاهره تقدر تلعب على مباراه انت محتاج ان انت زي ما تقول لا تتعادل، يعني عارف عايز تبقى زي موقف الترجي كده في المباراة الثانية بتاعته، لكن طبعا مع فرق طبعا وجود النادي الاهلي بخبراته الموضوع بيختلف. خلينا نروح لتونس وزميلنا امين هشام اكيد رسالته الخاصة طبعا معانا هنا وطمنا على اللاعبين، اكيد ده حاجة مهمة جدا من خلال طبعا تواجدنا من قناة الاهلي هناك، اتفضل يا امير. تحياتي ليك يا كابتن فاروق وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، من هنا من ملعب الفرع الاستاد المنزه بالعاصمه تونس، واللي طبعا بيجرى في هذه اللحظات مران النادي الاهلي اليوم، واللي ابتدى بالتحديد منذ حوالي نصف ساعه. اكيد مران كان مهم جدا النهارده بالنسبه للاعبي النادي الاهلي في اطار الاستعداد للمباراة المقبلة بالتحديد أمام فريق النجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. استعدادات أكيد قوية من قبل الجهاز الفني من اللاعبين، كلهم جاهزين بشكل كبير جدا إن شاء الله للمباراة. يمكن النهاردة الخبر الجيد هو مشاركة سعد سمير في التدريبات الجماعية حتى الآن، يمكن المران لسه ما خلصش، لسه هنشوف مع نهاية المران التقسيمة هيكون شارك فيها سعد سمير ولا لأ، لكن الواضح إن هو بحالة بدنية طبعا جيدة، وواضح ان في استجابه للعلاج بالتحديد في العضله الضامه بالنسبه لسعد سمير، واكيد هو يعني بنسبه كبيره خلاص اصبح جاهز ان هو يشارك في المباراه المقبله على حسب الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. فيما عدا ذلك طبعا الامور ماشيه بشكل جيد جدا في التدريبات، في بعض التدريبات البدنيه، بعض التدريبات الكوره، وايضا هيكون في بعض التدريبات التكتيكيه من كابتن حسام البدري، خصوصا ان احنا خلاص بدانا العد التنازلي للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، واللي هي اكيد ان شاء الله خطوه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يواصل مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله مباراة الذهاب النادي الاهلي يقدر يحقق فيها نتيجة جيدة، ان شاء الله ايضا مباراة العودة او مجموع المباريتين بشكل عام يقدر من خلاله النادي الاهلي يتأهل للدور النهائي وعودة هذه البطولة ان شاء الله للنادي الاهلي من جديد. لكن خليني اقول لك سريعا برنامج الفريق النهارده بقيت اليوم، النهارده بعد ما يخلصوا طبعا المران هيتحركوا لفندق الاقامه، بعد الوصول لفندق الاقامه هيكون في وجبه العشاء، بعديها مباشره هتكون اولى محاضرات الكابتن حسام البدري طبعا للاعبين في اطار الاستعداد لهذه المباراه امام فريق النجم الساحلي. كابتن حسام البدري اصبح لديه الان عدد كبير من الفيديوهات طبعا الخاصه بفريق النجم الساحلي وعدد كبير من اللقطات الخاصه بهذا الفريق بالتحديد في اخر مباراتين امام فريق اهلي طرابلس اللي تاهل من خلالهم للدور النصف النهائي، وايضا بعض المباريات في بطوله الدوري
التونسي، بالتالي الكابتن حسام البدري واللاعبين هيتفرجوا على بعض اللقطات لهذا الفريق ومن ثم تحديد نقاط القوة والضعف بالنسبة لفريق النجم الساحلي. لكن بشكل عام بكرة أيضا هيكون في مران للنادي الأهلي في تمام الساعة 6 مساء، وهيكون بالتحديد على ملعب الجامعة أو اللي هو طبعا الملعب الخاص بالاتحاد التونسي، واللي هو أول مران للنادي الأهلي هنا في تونس كان على هذا الملعب. إن شاء الله هيكون في تمام الساعة 6 مساء. بعد بكرة إن شاء الله كان من مقرر النادي الأهلي يتحرك صباح الخميس لمدينة سوسة، لكن تم تأجيل التحرك لما بعد المران اللي هيكون في تمام الساعة 4 بالتحديد أيضا في استاد أو ملعب الجامعة، وهو أيضا نفس الملعب إن شاء الله هيتمرن عليه النادي الأهلي غدا. بشكل عام نتمنى كل التوفيق بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، إن شاء الله يقدروا يحققوا الهدف المرجو منهم أكيد، وهو التأهل لدور النهائي. إن شاء الله يكون أول خطوة أمام فريق النجم الساحلي يكون نتيجة جيدة، نتيجة مريحة بالنسبة للنادي الأهلي عشان مباراة العودة إن شاء الله في الإسكندرية. عودة ليك يا كابتن فاروق. أشكرك أمير، طبعا مهم جدا إن احنا نتابع فريقنا سواء بقى في تدريب أو تحركات وكل كبيرة وصغيرة لفريق النادي الأهلي احنا بننقلها من خلال طبعا مراسلنا وخلال طبعا قناة النادي الأهلي لجمهورنا الكبير المتشوق إن شاء الله للمباراة القادمة بحالة فوز بأمر الله. كل التوفيق لفريقنا. أحمد خليني بقى ننتقل وليد لجزئية دوري أبطال أوروبا. النهاردة مباريات مهمة أهمها طبعا مباراة ليفربول مع سبارتاك موسكو طبعا، ونجمنا محمد صلاح اللي بيلعب أساسي النهاردة بشكل كبير. يعني رؤيتك للمباريات وخصوصا طبعا أن ليفربول تعادل مع إشبيلية في المباراة الأولى في الجولة الأولى 2-2. هو ليفربول طبعا هيكون منافسه الأساسي على بطاقة التأهل هو إشبيلية، فالماتش يعني نقدر نقول أنه هو صعب على الفريقين، فان هو ينتهي بالتعادل مش مشكله كبيره يعني في بدايه دور المجموعات. لكن عايزين نتكلم على محمد صلاح، هو الحقيقه يعني عامل يعني ما شاء الله عليه يعني اداء مميز جدا مع ليفربول سواء في الدوري او دوري الابطال، بقى له 3 ماتشات على التوالي بيسجل، فنتمنى ان هو يواصل التالق مع ليفربول. والماتش النهارده هيكون صعب لانه في روسيا بيلعب فرقه يعني جماهيرها بتخوف. النهارده شرطه موسكو طلعت بيان قالت ان اي حد هيعمل شغب هيتسجن حبس مشدد، يعني ما فيش هزار بقى. المشاكل بين الهوليجانز والجماهير الروسيه اللي عبر التاريخ يعني هم خايفين منها، دي اكتر حاجه بتخوف النهارده. لكن غير كده في ارض الملعب بقى سبارتاك موسكو مش الفريق اللي يخوف، واعتقد هتكون فرصه كبيره النهارده ليفربول ان هو ياخد 3 نقط تقربوا اكتر من التاهل من مرحله المجموعات يعني ان شاء الله. طيب وليد برضو رايك في المباراه وطبعا وجود صلاح كلاعب اساسي في هذه المباراه. هو طبعا يعني لا يخفى على احد ان محمد صلاح خلاص بقى هو الركيزه الاساسيه في فكر يورجن كلوب، هو اهم لاعب في خط هجوم الفريق، هو متواجد دايما في كل المباريات المهمه. يعني المباراه الوحيده اللي ما لعبش فيها هي المباراه اللي كانت في كاس الرابطه لانه كان بيلعب بالصف الثاني، لكن دايما محمد صلاح متواجد وسجله التهديفي مميز جدا، يعتبر هداف الفريق ومش بس بيسجل هو كمان بيعمل اسيست. فمحمد صلاح عامل حاله الحقيقه، حاله احنا كنا متوقعينها، لكن ما كناش متوقعين انه بالسرعه دي يقدر يوصل للمستوى ده او يقدر يوصل للحاله دي مع ليفربول. لكن هو محمد صلاح خلاص هو يعني ما عادش في ادنى شك في الحاله اللي وصل ليها من الخبرات ومن القدره على التكيف انه يقدر يلعب في اي مكان. الراجل لعب طبعا في الدوري المصري وراجل في الدوري السويسري وبعدين لعب دوري انجليزي وبعدين دوري ايطالي في مستويات مميزه، وقبل ما يرجع تاني للدوري الانجليزي لعب مع منتخب مصر، فعنده كل الخبرات اللي تؤهله انه يعمل الحاله دي بالسرعه دي من اول مباراه من البري سيزون وهو مميز واخد مكانته في الفريق. صحيح. وخلاص بقى يعتبر مدربه كمان يورجن كلوب بشكل كبير واثق في امكانياته، ودي حاجه مميزه. اهم حاجه في خصوصا في اللاعبين المصريين يبقى ثقه المدرب اللي بيجيبك كبيره فيك، وده حاصل مع محمد صلاح نتيجه ادائه طبعا رقم واحد. يعني طبعا هي دي من اكتر مميزات يورجن كلوب انه بيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد جدا، حتى مش بس مع اللعيبه حتى مع الجماهير وحتى مع الميديا. هو راجل كاريزماتيك كده يعني بيعرف يعمل ده، بيعرف يحبب اللعيبه فيه وبيعرف ياخد منهم اقصى درجات الاجاده الممكن. محمد صلاح موجود النهارده في التشكيل طبعا الاساسي، ومش بس هو، يورجن كلوب النهارده بيلعب
بكل القوة الهجومية اللي عنده، حاطط كوتينيو، حاطط فيرمينيو، حاطط ساديو ماني، بيلعب بالرباعي اللي هو بعد ما كان بيلعب بثلاثة بس في بداية الدوري مع غياب كوتينيو كان بيلعب بماني وصلاح وقدامهم فيرمينيو في خط الهجوم، النهارده رجع تاني للطريقة اللي هو بيحبها اللي هو 4-2-3-1. طبعا هي فيها شوية مخاطرة مش علشان قوة فريق سبارتاك، لكن زي ما أحمد قال إن المباراة في روسيا بتكون صعبة، الأجواء في روسيا زي مثلا ما كنا بنتكلم عن سوسة دلوقتي، زي ما بنتكلم مثلا عن الأجواء لما بتروح تلعب في الجزائر قدام نادي أو منتخب الجزائر، هي الأجواء في روسيا بتكون صعبة جدا وكل شرق أوروبا، بس روسيا تحديدا المباراة فيها بتبقى صعبة. هو الأندية الروسية ملهاش باع كبير في البطولات الأوروبية، لكن مباراة روسيا لما الفرق بتسافر تلعب في روسيا مع سيسكا مع سبارتاك موسكو مع لوكوموتيف بتلاقي صعوبة كبيرة جدا، فهي دي الصعوبة اللي ممكن تقابل فريق ليفربول النهاردة. لكن أنا أتوقع أن ليفربول هيرجع بمكسب النهاردة لأنه هو مؤهل لده فنيا، وكمان لان المباراه دي مهمه بعد التعادل على ارضه فلازم يعوض. هم كمان متعادلين كمان متعادلين، هم الفرقه المجموعه كلها متعادله، لكن هي المنافسه رايحه اكتر لليفربول مع إشبيلية وسبارتاك كمان بيهدد. فلما خلاص تكسر سبارتاك على ارضه وترجع بثلاث نقاط خلاص انت بتبدا تفض الاشتباك بقى. صحيح. وبترجع ترسم شكل المجموعه تاني. إشبيلية اعتقد هيفوز على ماريبور، يعني المباراه مش صعبه عليه، فالفوز النهارده مهم جدا لليفربول، واعتقد ليفربول رايح روسيا النهارده علشان يكسب مش عشان يرجع بنقطه تعادل. طيب يعني توقعاتك برضو المباراه دي هي المكسب لفريق ليفربول عوضا بثلاث نقاط؟ طبعا ان شاء الله، بس المشكله في دفاع ليفربول، يعني بيعمل فصول بايخه دايما في مشجعي ليفربول وفي كل المصريين عشان بقوا بيشجعوا ليفربول دلوقتي عشان صلاح. هي نقطه ضعف يعني فادحه في ليفربول، يعني فرقه عايزه يعني تفوز بالدوري الانجليزي ما فازوش بيه من سنه 90، ودوري ابطال اوروبا برضه من 2005، ففي يعني ضغوطات كبيره على النادي ليفربول، فرقه كبيره جدا في انجلترا. الوضع اللي هم فيه دلوقتي دوت مش وضعهم خالص، فالدفاع يعني أسوأ حاجه في الفرقه ممكن تتخيلها. هم عندهم قوه هجوميه كبيره. لا الهجوم من اقوى خطوط الهجوم في اوروبا. صحيح يعني. لكن الدفاع يعني لازم يعيدوا حساباتهم. كان في فان ديك هيجيبوه من ساوثهامبتون في فتره الانتقالات اللي فاتت، لكن فرقته اتمسكت بيه وحصلت مشاكل، فمش عارف ليه ما فكروش في حد تاني، ما دخلوش في صفقات تانيه، مش قادر افهمها دي لحد دلوقتي يعني. طيب خلينا نروح لمباراه برضه اخرى، هي مباراه قويه يعني، بروسيا دورتموند خسران المباراه السابقه، وطبعا ريال مدريد كسبان المباراه ايضا السابقه بالنسبه له في المجموعه. مباراه النهارده قويه، بروسيا دورتموند على ارضه بيحاول طبعا يعوض هزيمته في الجوله الاولى، وفرصه كمان. ريال مدريد بيمر بمرحله غريبه جدا بعد التالق الموسم اللي فات وبدايه الموسم برضه في السوبر المحلي والسوبر الاوروبي، لكن دلوقتي الفرقه فيها مشاكل، في غيابات، في ازمه ثقه ابتدت يعني بين الجماهير وزيدان، فالنهارده هيكون ماتش حاسم بقى للخروج من المنطقه دي في الدوري. تفتكر جمهور ريال مدريد يبقى في ازمه ثقه ما بينه وما بين زيدان؟ بيصفروا على اللعيبه، ما عندهمش البطولات بتاعت الشكل والاداء اللي عامله. ما عندهمش، انت لما تخسر من بيتيس ولما تتعادل كذا ماتش في الدوري فصعب على فريق. ايه ده مش مصر بس انت اللي بيقلبوا على لا في اي حته، بالذات في ريال مدريد بريز يعني ما بيقعدش مدرب خالص يعني. زيدان كده زيدان كاريزما برضه والناس بتحبه. وزيدان لا وعامل شغل كويس الصراحه يعني، لو جيت اتفرجت على الفرقه، بس المشكله في سوق الانتقالات برضه. كان في حته تعالي على دخول سوق الانتقالات، انت عندك مشاكل في الفرقه، هو يعني تغاضى عنها وقال لا انا هقدر اعوض، يعني مثلا راس الحربه مشى مراته ومفيش غير ومشى ماريانو ومفيش غير بنزيما، بنزيما اتصاب دلوقتي ورونالدو كان موقوف فحصلت مشكله، لعب جاريث بيل ما قداش، اسينسيو غاب الماتش اللي فات برضه في دوري الابطال، فانت عندك مشاكل كبيره دلوقتي بتقابلها. انت كان لازم تكون مستعد لكل ده، الموسم طويل وريال مدريد بينافس على كل البطولات، فاعتقد ان هي دي هتكون نقطه الضعف الوحيده اذا ما لحقوهاش في يناير ودعموا هجومهم بحد او اتنين اسم، يكون حتى مش لازم يكون صف اول، يكون بديل جيد لبنزيما. غير كده اعتقد ان يعني صعب ريال مدريد يقدر يحافظ على النجاحات اللي عملها مع زيدان في الموسمين اللي فاتوا. طيب عشان محبين برضه طبعا ريال مدريد مو النهارده، لان المباراه صعب يعني، بروسيا دورتموند بيخسر من توتنهام وفي اولى مبارياته، بروسيا دورتموند من الفرق القويه ريد، فبالتالي ايضا مباراه قويه امام ريال مدريد، ثاني مباراه قويه في المجموعه بالنسبه له، بالتالي وعلى ارضه الموضوع هيبقى برضه
صعب على ريال مدريد النهارده ولا شايفه ازاي؟ هو في المطلق سيجنال ايدونا بارك اللي هو ملعب دورتموند ملعب صعب جدا على ريال مدريد في المطلق مهما كانت حاله ريال مدريد ما كسبش فيه تماما. لعب تقريبا 6 مباريات خسر 3 كان منهم ماتش خسر 4-1 وتعادل 3 مباريات. مهما كانت حاله ريال مدريد ومهما كانت حاله بروسيا دورتموند ريال مدريد ما بيكسبش في سيجنال ايدونا بارك اللي برضه ملعب ليه اجواء كده مختلفه، يعني هو ليه اجواء خاصه مختلفه النهارده يوم الملاعب الكلام كله على الملاعب فعلا سيجنال ايدونا بارك ده حاله خاصه. بروسيا دورتموند زي ما انت قلت يا كابتن فاروق بدا الدوري الابطال بخساره ودي بتسبب له مشكله، لكن هو في الموسم المحلي بتاعه ماشي كويس، يعني هو متصدر الدوري الالماني وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ وهوفنهايم بعده بنقطتين، كسبان كل الماتشات اللي لعبها متعادل بس مباراه واحده، عنده كتيبه هجوميه يعني كتيبه فزه يعني عامله موسم هايل، اوباميانج بقى وفيليب ويارميلينكو وبوليسيتش يعني عنده مجموعه لاعبين تهدد اي دفاع والنهارده هم بيلعبوا بنيه الفوز ولا غيره، لان هو لازم يفوزوا النهارده عشان يرجعوا تاني لاجواء المنافسه، لان هم عارفين ان هم لو حتى تعادلوا مع ريال مدريد النهارده بيبعدوا شويه. ريال مدريد طبعا هم يعني بالنسبه لزين الدين زيدان هو خلاص هو في ثقه في المدرب هم جددوا عقده، ولو فاكر يا كابتن فاروق احنا قبل السوبر الاسباني كنا بنتكلم عن ميركاتو ريال مدريد وقلنا ان في تقصير في حته التعاقد مع مهاجم زي ما احمد قال. زيدان ما اهتمش ان هو يجيب مهاجم على مستوى جيد، هو جدد بس مع ولو حتى كبديل، هو جدد مع بنزيما بس مش مراد الجماهير ريال مدريد. لا هي مش الفكره، الجماهير مش حابه، ما بتحبوش خالص بنزيما عشان الفرص السهله اللي بيضيعها وكده. بس هو في ثقه، يعني هو زيدان واثق فيه، وزيدان ما كانش عايز مشاكل على الدكه، هو زيدان كان عايز اللي موجود ما يعملش مشاكل. طبعا موراتا كان عامل ازمات عايز يلعب ما كانش بيلعب فتخلص منه، خيمس رودريجيز برضه نفس الحال تخلص منه، هو مش عايز اي مشاكل عايز يحط مهاجم احتياطي فما لقاش الاختيار ده فخلص هو اكتفى بنزيما، وهو كان في دماغه او من ضمن خططه انه يلعب بكريستيانو رونالدو مهاجم صريح في بعض المباريات. هو في موقف صعب، هو مباراه النهارده عنق زجاجه لريال مدريد موسمه المحلي، يعني انقلب السحر على السحر، هم كانوا بادئين بثقه كبيره جدا، كسبوا دوري ابطال اوروبا ودوري السنه اللي فاتت وسوبر اوروبي وسوبر اسباني، وكانوا بادئين الموسم يعني وهم فوق العرش. ده وضع طبيعي، خلي بالك الفرق بتستولي على البطولات المتتاليه بيجي حته كده بقى ايه بعد البطولات دي، حته اللي هو حته النزوله او حته الدرجه بتنزل شويه بعد كده بتطلع تاني. ده حقيقي عشان اطمن اللي بيحبوا جمهور. لا طبعا طبعا مفيش خلاف على امكانيات ريال مدريد ولسه عندهم لعيبه، يعني احنا بنتكلم في حتى اسينسيو لما بينزل هو عمل فرقتين، خلي بالك هو طبعا عمل فرقتين وطلع اسماء صغيره فاسكيز واسينسيو وحتى الجداد السيو، يعني هو عنده مجموعه لاعبين، لكن هو الفريق في ازمه، يمكن في اجهاد على العناصر الصغيره ان هم مش هيحصل تشبع بدري، يعني عندك معظم الفرقه دلوقتي اعمارها صغيره، في اسينسيو وفي فاسكيز وفي سيبايوس اللي لسه جايبه وفي اسامي كتير يعني، فاعتقد ان هو ده اللي راهن عليه، بس يعني ما مشيتش معاه في ان الاصابات اللي حصلت قدام بنزيما وايقاف رونالدو عمل له دروب كبير قوي في بدايه الموسم زي ما انت كنت بتقول دلوقتي. يعني احنا ممكن نفسر مش هنسميه طبعا سقوط، هو بس مسيره يعني مش مستقره لحد كبير. اللي زود ده يعني اللي زود الاحساس بتراجع ريال مدريد هو ثبات برشلونه، هو دايما الاثنين في تنافس وفي مقارنات على كل المستويات، النهارده برشلونه كسبان كل مبارياته باكتساح في الدوري الاسباني بارقام كبيره جدا من الاهداف، وميسي متالق وهداف الدوري الاسباني ولحد دلوقتي عامل موسم كبير جدا، فالناس بتشوف حاله برشلونه فبتقارن على اساسها حاله ريال مدريد. فالنهارده هي مباراه ممتعه جدا، يعني اللي بيحبوا الكوره هيستمتعوا النهارده. انا عارف النهارده وبكره طبعا ده ما ده
بكره ده لسه في قصه كبيره. بكره برشلونه في باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ طبعا. لا والنهارده كمان يعني في كذا مباراه مهمه النهارده. في نابولي وفي نورد طبعا. في نورد على فكره مغلوب على ارضه المباراه السابقه. هتبقى موناكو وبورتو كمان هتبقى مباراه حلوه. يعني في كوره النهارده كتيره جدا. بشكتاش برضو بادئ بشكل كويس جدا. واحده واحده كملي بس نخلص مباراه ريال مدريد وبورتو. فالنهارده هتبقى مباراه كوره مباراه هجوميه اكيد الاكيد. يعني في الطبيعي لو الدنيا ماشيه بشكل طبيعي الاثنين هيهدفوا النهارده. هنشوف كوره حلوه. مين بقى اللي هيقدر يحسم المباراه؟ صعب جدا تقول مين. في انا شايف ان المباراه 50-50. ما تقدرش ترجح كفه ريال مدريد ولا بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند في عصر ذهبي لبروسيا دورتموند تفتكروا انت مع يورجن كلوب. طبعا هي دوري الابطال. طبعا وجوده طبعا زي على ارضه زي ما انت بتتكلم كده تكهنات الى حد ما مع طبعا ومهما هم بيفرطوا في لعيبه. يعني مشي ديمبلي مثلا يطلع لك لعيب زي محمود داوود يطلع لك يجيبوا يارميلينكو. هم مع المشاكل الصراحه يعني طبعا. اول لما جه قال مين ده اللي هيعوض ديمبلي يعني. لا عمل موسم رائع يعني وجاب جول في ماتش توتنهام عالمي. هم بيعرفوا يختاروا اللعيبه. يعني من اكتر الفرق اللي بتبيع بتصدر لعيبه لكن هم دايما بيعوضوا دايما بيطلعوا شباب وناشئين بشكل جيد. فالنهارده مباراه ممتعه للي بقى مش هيتفرجوا على ليفربول يعني عندهم بروسيا وريال مدريد هيستمتعوا بيه. طيب عندك اضافه للقاء ده احمد؟ ريال مدريد ودورتموند لا احنا لازم نتفرج بقى هو ما فيهوش كلام يتقال اكتر من صحيح. طب خلينا اروح لمباراه ثانيه هي نابولي وفينورد. الاثنين يمكن المباراتين اللي فاتوا مغلوبين يعني سواء فينورد على ارضه او نابولي من شختار الاوكراني. كان طبعا المباراه كانت في اوكرانيا. المباراه دي بقى بتشوفها ازاي بقى خصوصا الاثنين عندهم امل ان هم بقى كل واحد فيهم يكسب عشان يخش يحقق ثلاث نقاط ويبقى موجود في المجموعه بشكل كبير. هو نابولي اتخطف في ماتش اختار يعني هم جابوا جولين بدري وخلصوا الماتش على كده. لكن نابولي كفرقه محترمه جدا. خط هجومها قوي جدا. لفرقه مارادونا ما تاثروش برحيل هيجوين الموسم اللي قبل اللي فات. وفي الدوري الايطالي عاملين شغل عالي جدا وبينافسوا دلوقتي هم ويوفنتوس اللي لسه محافظين على ان هم كسبوا كل الماتشات. فاعتقد ان نابولي مش هيفرط في تذكره التاهل بسهوله وهيكون خصم قوي على التذكره الثانيه مع مانشستر سيتي اللي حسم بشكل كبير. مانشستر سيتي السنه دي بقى جوارديولا يعني هو بيراهن على كل حاجه الموسم ده. انا هروح لمانشستر طبعا لان عندها مباراه مهمه يمكن امام شختار بقى اللي هو برضه كسبان. يمكن مانشستر فوز كبير المباراه اللي فاتت على فينورد 4 يعني لا مانشستر سيتي السنه دي عامل صفقات قويه جدا. جوارديولا حتى بقى بيطبق طريقه لعب جديده بيلعب براسين حربه. عاملين مشاكل كبيره جدا في الدوري المحلي عندهم في انجلترا وحتى في دوري الابطال. شفنا في ماتش فاينورد خطفوهم في الشوط الاول 4 اهداف. فمفاجاه جدا ان فاينورد يتغلب بالنتيجه دي على ملعبه. لكن اقدر اقول لك ان المشاكل بقى لما تبتدي تظهر نحكم على مانشستر سيتي. يعني دايما مانشستر سيتي بيبتدي الموسم قوي. لكن احنا عندنا النهارده يعني مندي اتشخصت الاصابه رباط صليبي فعندهم بقى مشكله في الناحيه الشمال. هيلعب ديلفي النهارده. انت وديتني ليه مانشستر دلوقتي؟ انا بكلمك في نابولي. بكلمك في نابولي وفي نور. انت مانشستر. انا عندي مشكله مع بس انا بحب الدوري. بص عرفت ان هو بيحب الدوري الانجليزي كده خلاص. انا مانشستر بس يونايتد. فانا عندي مشكله مع جوارديولا ان دايما الكلام عليه كتير جدا. هروح له طبعا لان المباراه مهمه جدا. يعني مانشستر سيتي والاثنين كسبانين مباراتهم الاخيره في الجوله الاولى فبالتالي هنروح لهم. لك خليني اكلمك نابولي وفي نور. تتوقع المباراه النهارده ازاي؟ لا نابولي طبعا ده على ملعبه. على ملعبه. والماتش اللي فات كمان كانت مفاجاه لان هم كانوا حاسين ان بقيه الفرق مش هتكون على مستوى المنافسه مع مانشستر سيتي. فهو حاسس ان الدنيا كانت سهله. فلما اتخطف ماتش شختار الاولاني اعتقد النهارده هيعمل بقى هيخرج فاينورد بره اللعبه تماما لما يخسر ماتش. طبعا هزيمه فاينورد النهارده تبعده خالص. خلاص بقى هيبقى الموضوع صعب جدا. فاعتقد ان يعني هيبقى في مشاكل كبيره جدا لفاينورد. خلاص بره هيبتدي بقى يفكر في المركز الثالث واليوروبا ليج من بدري. لكن نابولي هي فرقه مرشحه ان هي تتقدم كمان اكتر من كده في البطوله اكتر من مرحله المجموعات. هم حصل لهم مشكله باصابه ملك رباط صليبي برضه. رباطات الصليبي ابتدت تندع الموسم ده. لكن اعتقد ان مش هتعمل مشكله كبيره. خط الهجوم عندهم ميرتنز وانسيني عاملين شغل عالي قوي ونص الملعب برضه عندهم قوي جدا بوجود همسك. ف
فيعني لو هنتكلم على ماتش النهارده هو مضمون بنسبه كبيره جدا لنابولي. طيب وليد خلينا نكلمك برضه عن المباراه ورايك فيها. هو نابولي من الفرق باستثناء فتره مارادونا من الفرق اللي دايما بتعمل كره حلوه بتقدم كره حلوه. هي بعدت شويه. هي بعدت شويه فتره لحد ما طبعا مرحله ساري وهم برضه من الانديه اللي بتعرف تختار لعيبه كويسه بتجيب لعيبه اسماء مش كبيره زي ملك يعني بتعرف تختار اسامي كويسه هامشك وبيتالقوا معاهم. هم بس مشكلتهم ان هم بيلعبوا كوره حلوه لكن ما عندهمش لسه شخصيه الفريق البطل. يعني مثلا في الدوري الايطالي بقى لهم كام موسم بينافسوا يوفنتوس وبيعملوا كوره احسن من يوفنتوس واحسن من كل فرق الدوري الايطالي سواء في ايطاليا او في دوري ابطال اوروبا ومع ذلك ما بيكسبوش بيخرجوا بيفقدوا نقاط بسهوله. فهم بس هي المعضله دي، هل ماوريسيو ساري هيقدر يحل اللغز ده؟ هيقدر يحول حلاوه كوره نابولي لشخصيه فريق قادر انه يكسب بطوله؟ انا شايف ان بدايتهم في الدوري الايطالي مثلا مختلفه السنه دي، شايف ان في شكل فريق مختلف، يعني شكل فريق بطوله، ده فريق بطوله. السنه دي نابولي في الدوري الايطالي انا يمكن دايما او قبل الموسم اتسالت كنت برشح يوفنتوس وبقول يعني هيكون هو المنافس الابرز والباقي هينافس من تحتيه حتى مع صفقات ميلان، بس هو يبقى شخصيه البطل عند يوفنتوس. لكن السنه دي بدايه نابولي بتقول ان ده فريق يكسب دوري ايطالي. فانا اعتقد ان نابولي مكمل. الشخصيه دي هل هتظهر في دوري ابطال اوروبا؟ طبعا برضو خلينا ما نغفلش قوه شختار. شختار من الانديه اللي طبعا ملهاش تاريخ، واوكرانيا دوله مش كبيره في الكوره ودوله حديثه يعني بالنسبه لاوروبا، لكن شختار من الانديه الحقيقه اللي دايما عندها كده في دوري ابطال اوروبا او حتى في كاس الاتحاد الاوروبي دايما عندها شكل مختلف ودايما بتعمل نتائج كويسه ودايما مؤرقه لكل الفرق الكبيره. ماتشات شختار حتى جوه او بره ماتشات شختار صعبه، فلا نغفل ابدا شختار ما نخرجوش بره الحسابات، لان فوزه على نابولي في الجوله الاولى ده خلاص دخله في الترشيحات بشكل كبير جدا. فاذا مجموعه بقت ثلاثيه، طبعا مانشستر سيتي هو فارق عنهم شويه. شفت دخلني برضه مانشستر؟ لا ده ما احنا بنتكلم في المجموعه بشكل عام، احنا راجع لك تاني. راجع لك لنابولي. طبعا هو فارق فنيا شويه لكن المنافسه ثلاثيه في المجموعه دي، شختار لا تقلل من قيمته. نابولي طبعا اذا بتتكلم عن توقعات لمباراه النهارده نابولي هو الاقرب، اعتقد انه هيحسم مباراة النهاردة عشان يدخل تاني بقى في الحسبة ونبدأ تاني بقى نحسب شختار هيعمل ايه مع مانشستر سيتي ونابولي هل هيرد الهزيمة لمانشستر سيتي في إيطاليا. مجموعة ممتعة جدا ومجموعة فيها كورة ومن المجموعات القوية، يعني من ساعة القرعة دي من أحد المجموعات اللي كانت بنعتبرها مجموعات قوية. طب انا مش هزعلكم بقى، بخش بقى على مانشستر سيتي بقى. مانشستر سيتي وطبعا يعني مباراه النهارده مع شختار اللي كان بيتكلم عليها وليد، يعني مباراه قويه، فوز مانشستر 4 على فينورد وطبعا شختار 2-1 على نابولي. النهارده هم اثنين داخلين كل واحد عنده ثلاث نقاط، كل واحد عنده الامل انه يبقى موجود بشكل جيد في المجموعه. يعني بتشوفها ازاي بقى المباراه دي؟ اتكلم بقى براحتك بقى. لا انا هتكلم على شختار بقى. انت عايز؟ لا يعني لسه زي ما كنت بقول لك المشاكل هتبتدي تظهر. يعني هو دلوقتي بقى عنده مشكله في ناحيه الشمال باصابه مندي برباط صليبي. يعني مندي كان من اهم نجوم مانشستر في بدايه الموسم وعامل شغل عالي جدا، هيلاعب ديلف النهارده، فاعتقد ان هو كده باين لنا ان هو مش جاهز ان هو يبقى في بديل لمندي في ناحيه الشمال. هو عنده في ناحيه اليمين عمل تدعيمات قويه جدا بجاب دانييلو بديل لووكر اللي جايبه برده من توتنهام، فاعتقد ان الموسم ده بقى هيكون موسم يعني هيبين قد ايه جوارديولا يرد على منتقديه. يعني جوارديولا طول عمره بيحقق نتائج قويه جدا، مسك برشلونه وبايرن ميونخ عمل معاهم انجازات كبيره، مع ان برضو فتره بايرن كان فيها شويه كلام، يعني ما نقدرش نقول ان بايرن جوارديولا كان هو بايرن اللي الناس كلها عارفاه. فالموسم ده يعني الموسم اللي فات كمان خرج بدون اي بطوله مع مانشستر سيتي، الموسم ده بقى دعم بشكل كبير جدا، صرف كتير، فالرهان كله على الموسم ده. واعتقد ان هو يعني ادانا تلميحات كده ان هو هيكون مختلف. يعني بنشوف مانشستر سيتي بيكسب دايما زي ما بقول لك في بدايه المواسم، لكن الموسم ده بقى نتائج كبيره وثبات في الاداء وابتدى الى حد ما يثبت التشكيل. هو كان عنده مشكله برضه في حته التشكيل دي، ما تعرفش مين هيلعب. يعني لو بتلعب فانتزي مثلا ما ينفعش تاخد حد من مانشستر سيتي لان هو كل شويه هيفاجئك، بيلعب ساني شويه يلعب ستيرلينج شويه يلعب خيسوس شويه يلعب اجويرو شويه، فما تعرفش. السنه دي بقى مثبت الى حد ما
وبيلعب براسين حربة وحول الطريقة لثلاثة خمسة اتنين، عملت مشاكل كبيرة. كله في انجلترا دلوقتي ابتدى يحاول يلعب بثلاثة ورا، فالموسم ده يعني جوارديولا نفسه بيراهن عليه، حتى قال ان هو الموسم اللي جاي مش هيعمل تدعيمات بالحجم الكبير اللي عمله السنة دي. فهنشوف بقى هيعمل ايه الموسم. طيب توقعاتك بقى للمباراة النهاردة بالنسبة لا المباراة احنا لسه في الاول، هو هي 3 4 مثلا. 3 4 ايه؟ لمانشستر؟ لمانشستر سيتي. انت احمر خلي بالك. لا لا هو ليه؟ ما احنا هنتكلم في يعني في بدايه الموسم يعني مانشستر سيتي عامل شغل عالي قوي ومرحله المجموعات برضه بيبقى المباراه الاولى بالنسبه له في الجوله دي الدنيا كبيره كمان. هنشوف 3 4 دي كتير مع مانشستر سيتي في المجموعات. طيب خلاص نشوف بقى توقعاته يا وليد للمباراه. يعني هو لو هبدا بالتوقعات وبعدين نتكلم، هو لو مانشستر سيتي ما فتحش الجيم بهدف مبكر النهارده هيلاقي صعوبات. يعني لو ما دخلش جون في الاول كده والدنيا فتحت والشطار بدا يفتح وخلاص هيلاقي صعوبات في انه يختار الدفاعات شختار. ده في البدايه. الحقيقه اول موسم لجوارديولا في الدوري الانجليزي، خلينا نتفق ان برضو الدوري الانجليزي مختلف شويه عن بقيه الدوريات. يعني الاجواء في انجلترا والكوره وشكل الكوره وشكل التكتيك وطريقه لعب الفرق الاخرى وحتى الاندفاع البدني كل حاجه في انجلترا الى حد ما، مش بقول ان هو نحسب انه اقوى دوري ولا مش اقوى دوري، لكن هو مختلف. فكان محتاج جوارديولا يمكن الموسم اللي فات عشان يعرف هو بيلعب فين وازاي ويتعامل ازاي مع الاجواء دي. الصحافه الانجليزيه لوحدها دي عايزه كورسات تدريب، يعني الواحد عايز قبل ما يروح انجلترا ياخد دكتوراه كده ازاي يتعامل مع الصحافه الانجليزيه. من اكتر الصحافه استفزازا في التاريخ، اصعب بكتير، ده احنا ملائكه بالنسبه لهم. لا لا هم صعبين جدا في انجلترا، صعبين جدا، وصحافه شائعات وصحافه هجوميه وحاجه يعني صعبه جدا. مع ان طبعا يعني مش انتقاد، هم طبعا عندهم كمان حته المغامرات الصحفيه والانفرادات والستوريز. يعني الواحد بيستمتع لما بتقرا صحافه انجليزيه، بتستمتع بشكل الخبر، بيحول لك كل حاجه لقصه جميله كده ودخله مختلفه وصور، وهم حال الصحافه الانجليزيه حال. فالتعامل مع الصحافه الانجليزيه ده موضوع لوحده. التعامل مع المدربين بتوع الانديه الثانيه، يعني عشان يتعامل مع مورينيو، عشان يتعامل مع شخصيه ارسن فينجر وشخصيه، فبرضه محتاج ده دروس. فطبعا الموسم اللي فات خلينا نقول ان هو موسم الدخول في الاجواء. السنه دي مانشستر سيتي مختلف، فلسفه جوارديولا نفسها اختلفت، هو طريقه تعامله مع الـ مع الـ مع الـ مع المباريات مختلفه شويه. يعني بدا يهتم شويه بالجوانب الدفاعيه، بدا يهتم شويه، هو كان عنده فكر ان كل الفريق بيهاجم ومفيش التزام بالمراكز والاجنحه بتضم للنص والنص بيفتح جناح. يعني هو كان عنده شويه فلسفه في الكوره كده، بدا يطوعها لخدمه الكوره لخدمه الفريق. فالسنه دي مع التدعيمات الجديده مانشستر سيتي شكله مختلف. فزي ما قلت هو حظوظه الاكبر في المجموعه، حظوظه الاكبر في مباراه النهارده، لكن لا نغفل قوه شختار، لا نغفل تجربه شختار. شختار عنده تجربه اوروبيه وخبرات يمكن اكتر من خبرات مانشستر سيتي. مانشستر سيتي نادي حديث بالعهد بالبطولات الاوروبيه، شختار من بقاله كتير متمرس بيلعب اوروبا كتير، بيعرف يتعامل اوروبيا. فهي مباراه مش سهله لو مانشستر سيتي ما سجلش هدف مبكر. لو سجل هدف مبكر ممكن تاخد يعني تفتح طبعا تفتح يعني اربعه. لو سجل هدف مبكر، لو ما سجلش هدف مبكر ما استبعدش الماتش يخرج تعادل لو ما سجلش هدف مبكر. تمام. طيب خلينا نروح للمباراه برضو مهمه جدا وقويه، بشكتاش ولايفزيج. يعني بشكتاش الدوري التركي دوري قوي، وخصوصا بشكتاش وفنربخشه يعني وجالاتاساراي، هم الفرق الاقوى بالنسبه للدوري التركي. هم بيكونوا في الدوري الاوروبي بيبقوا برضه في نفس القوه وعندهم حته الحماس دي موجوده. بيلعبوا فريق يعني عامل حاله في المانيا في الدوري الالماني هو لايبزيج. فعلا، والماتش المجموعه دي انا مراهن عليها ان هي هتكون من امتع مجموعات البطوله. يعني كلها اسامي يعني مش جذابه اعلاميا، ومش حاجه اللي هو الناس هتسيب مثلا ماتش زي النهارده مثلا ريال مدريد ودورتموند وتتفرج على الماتش ده. لكن المجموعه دي صعبه جدا. بشكتاش الدوري التركي وملعبه واللعب في تركيا اصلا يعني صعب جدا. كان لسه الاسبوع اللي فات كان ديربي اسطنبول بين بشكتاش وفنربخشه، 5 حالات طرد وضربتين جزاء و11 انذار. لا ما فيش الكلام ده. فهو الماتش هناك هيكون صعب جدا، واعتقد ان الماتشات الجوله الاولى انتهت كلها بالتعادل، فدي هتكون برضو هتصعب المأمورية على الجميع ان كل الحظوظ
هتكون متساويه الفتره اللي جايه اعتقد. هو بشكتاش كسب بورتو في الجوله الاولى بره ملعبه. ايوه بره ملعبه في لشبونه. الماتش الثاني هو اللي كان تعادل كسب 3-1. فالمجموعه دي هتكون صعبه جدا، ما تقدرش تحكم من دلوقتي مين هيتاهل مين مش هيتاهل. ولايبزيج زي ما قلت هو فريق عامل حاله، فريق كله عناصر شابه واعده من المانيا، وابتدينا نشوف نجوم من لايبزيج، ففرصه ان هم يكملوا الحلم زي ما شفنا ليستر سيتي الموسم اللي فات قدر يكمل ويوصل لدور الثمانيه. اعتقد ان لايبزيج ممكن يكون هو الحصان الاسود بتاع البطوله السنه دي. طيب وليد، خليني برضو اكلمك على نفس المباراه. مباراه بتشوفها ازاي من وجهه نظرك؟ هي بشكتاش بدايته مبشره لما يكسب بورتو بتاريخ بورتو بطل دوري ابطال في 2003 يمكن على ما اتذكر او 2004 مع جوزيه مورينيو، فرقه بتلعب كل البطولات دوري ابطال اوروبا في 2004. دوري ابطال اوروبا بشكل مستمر طبعا لانها يا اما بتختم دوري البرتغالي يا اما بطل يا اما وصيف في السنوات اللي فاتت. دايما عندها نجوم، فرقه عندها نجوم على الدوام. ده بالنسبه لبورتو، فكونك انك تكسب فريق بشكتاش يكسب بورتو في البرتغال في اول جوله دي حاجه مش سهله، دي نتيجه مفاجاه يعني نتيجه صادمه. فبشكتاش مش هيفرط في الثلاث نقاط اللي خدهم، الثلاث نقاط الصعبين اللي كانوا بالنسبه له ثلاث نقاط معدومه. يعني صحيح. انت لو بتحط حسابات مستحيل زي بورتو طبعا مستحيل تقول ان بشكتاش يعني يكسب بورتو ولا حتى يتعادل معاه. فده هيخلي بشكتاش يتمسك بالامل بشكل يعني لاقصى درجه ممكنه. النهارده مباراه بالنسبه له لو قدر يكسب ويخلص الجوله الثانيه هو عنده 6 نقاط خلاص، يعني بنسبه كبيره جدا بنسبه 60-70% خلاص حط قدم في الدور الثاني. فده هيخلي بشكتاش متمسك، عنده كذا يعني عنده اسماء، عنده بابل، عنده يعني عنده كتيبه هجوميه مميزه. اذا انت بتقارن بين الاثنين، لايبزيج طبعا عامل في الدوري الالماني حالا الموسم اللي فات كان عامل شكل كويس وكان منافس يعني على استحياء، لكن يكفي ان هو قدر ينافس وقدر يوصل دوري ابطال اوروبا من دوري الماني في اسماء كبيره واسماء طبعا عريقه. فهي مباراه مش سهله، لكن اذا انت عايز توقعات طبعا بشكتاش اقرب. طيب خلينا نروح لمباراه برضو قويه، بورتو اللي يمكن اتغلب من بشكتاش المباراه السابقه في الجوله الاولى، وموناكو يعني فريق فرنسي، فريق من الفرق الاولى بالنسبه للدوري الفرنسي. بتشوف برضو المباراه دي ازاي بالنسبه لك يا احمد؟ هو الكل كان مراهن على ان موناكو خلاص بعد ما باع الكميه الكبيره من اللعيبه دي، يعني شفنا مبابي خرج، شفنا مندي خرج، شفنا باكايوكو خرج، لكن لسه الفرقه ثابته ونجم الفريق دلوقتي فالكاو هو متصدر هداف الدوري الفرنسي على كافاني وعلى نيمار. فاعتقد ان الفرقه برضو يعني بتمر بحاله من التالق في الفتره الاخيره، فاعتقد الماتش هيكون بالنسبه لهم يعني مش صعب لان عندهم قوه هجوميه كبيره جدا رغم الاسامي اللي قلت لك عليها اللي رحلت، لكن هتكون فرصه بقى ان هم يحققوا اول ثلاث نقط ويخرجوا بورتو بقى بره اللعبه خالص، ان يبقى المنافسه بينهم وبين بشكتاش او لايبزيج اللي برضه هيبقى عنده ماتش صعب الناحيه الثانيه. فموناكو هيكون فالكاو عليه عامل كبير النهارده، واعتقد ان هتكون فرصه بقى ان يخلص الموضوع بدري، ياخد 3 نقط يبقى 4 نقط وينافس الناحيه الثانيه مع اللي هيكسب الماتش الثاني. طيب وليد برضه نفس الشكل بالنسبه لحضرتك، يعني رايك في المباراه عشان لسه ان الوقت بيجري بيا وفاضل الماتشين عايز اتكلم فيهم او توقعاتكم فيهم. يعني هو سريعا موناكو طبعا بادئ الدوري الفرنسي بشكل جيد، يمكن هزيمه واحده اللي خسرها ولسه منافس قدام باريس سان جيرمان، يمكن فرق بينهم نقطه واحده في المقدمه، باريس الاول وموناكو الثاني. عنده برضو يعني مع انه فقد مبابي فقد سيلفا، لكن فقد يعني اسماء كانت بالنسبه له مهمه لا من دي، لكن هو يبقى عنده مجموعه، عنده فالكاو، يعني فالكاو عامل سيزون السنه دي سيزون تاريخي من بدايته، فارق جدا مع الفريق، حتى استقدموا رشيد غزال وعندهم ليمار اللي كان في عليه تنافس كبير من كذا نادي ابرزهم ارسنال، فلسه عندهم سكواد، لسه عندهم فرقه.
بيلعبوا بورتو، المباراة هيكون فيها كرة قدم، هتكون مباراة مفتوحة. بورتو ما عندوش أي اختيارات غير إنه يرجع بثلاث نقاط من موناكو، فهيلعب على الهجوم. هو مشكلة بس بورتو إنه ما عادش فيه الأسماء المهارية اللي كانت دايما بتكون موجودة في الفريق. يعني دايما بورتو كان عنده مهارات كبيرة في وسط الملعب وفي الهجوم، دايما بيخرج مهارات. لكن الفريق دلوقتي يمكن اللي مقلل حظوظه شوية إن ستايل لعب بورتو مش موجود. يعني خط الوسط وخط الهجوم عند بورتو ما عندهمش المهارات اللي احنا متعودين عليها، فده يمكن مأثر مخلي الفريق مش عارف يتعامل بفلسفته او بسياسته. هي هتكون مباراه جيده، لكن موناكو الاقرب طبعا. موناكو الاقرب. طب هاخد منك سريعا بقى كده، ان وقت انتهى، نتيجه او توقعاتك لاشبيليه وماريبور السلفات. فوز اشبيليه. اشبيليه طبعا. ماريبور جاي ضيف. طيب وتوتنهام واكويوال. توتنهام طبعا ابويل حظه وقع في مجموعه الموت، فما تنتظرش منه اي حاجه. صعب جدا. توتنهام طبعا. وليد فريق توتنهام. طيب يعني دي ماتشات النهارده يمكن الى حد ما احنا غطينا، لكن طبعا هي مباراه للمتعه، سواء بقى مين بيكسب مين بيخسر، احنا بنستمتع بهذه المباريات سواء النهارده وبكره. برضو برشلونه طبعا لمحبي برشلونه بكره في مباراه ليهم قويه جدا. بشكرك يا احمد وجودك معايا ومنور قناه الاهلي دايما باستمرار، واكيد استمتعت بيك في تحليلك للدوري الاوروبي بقى. بس الدوري الانجليزي قوي، بحب الانجليزي عامه. هو دوري قوي طبعا، ما اقدرش نقول، ولازم يبقى فيه السبوت الاعلى بالنسبه للدوري الانجليزي والدوري الاسباني. شكرا وليد وجودك معانا. شكرا كابتن فاروق، سعيد بالتواجد معاك. ربنا يخليك. طبعا كلامنا كان عن الدوري الاوروبي وايضا النادي الاهلي النهارده واستعداداته، وكان في رساله من زميلنا امير هشام من خلال طبعا استعدادات النادي والتمرين والبرنامج الخاص، حتى ان شاء الله انتقاله لمدينه سوسه بامر الله. كل التوفيق لفريقنا، وطبعا ما زلنا بنستمر في تغطيه وجود النادي الاهلي في تونس، والمباراه القادمه بالنسبه له امام النجم الساحلي في الدور قبل النهائي. كل التوفيق لفريقنا. هيكون بعد الفاصل ان شاء الله كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير. السلام عليكم.